شيخنا هذا سؤال في باب الأطعمة. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيحا مختصرا لمسألة الاستحالة التي يذكرها الفقهاء، وهل لها تعلق باستخدامنا الأطعمة التي من مكوناتها الجيلاتين مثلا المستخلص من الخنزير؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن ما تطهر به النجاسة عند العلماء فيه خلاف، وقد ذهب الحنفية واختار قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستحالة مطهرة، والمقصود بالاستحالة أن تتحول العين النجسة إلى عين طاهرة، فإذا تحولت الميتة مثلا إلى ملح، أو تحولت الخمر مثلا إلى خل، فإنها قد تغيرت صورتها وتغيرت ذاتها عما كانت عليه. فالميتة نجسة والملح طاهر، والخمر نجسة والخل طاهر، وتعاطيها حرام، وكذا الميتة تعاطيها أكلا حرام، ولكن الملح والخل يجوز تعاطيهما أكلا وشربا بحسب الحال. وعلى هذا الأساس نقول عن الأطعمة التي هي في الأصل مأخوذة من ميتة أو مأخوذة من خنزير، فإن الميتة والخنزير حرام، فإذا استحالت وتحولت إلى مادة أخرى وهذه المادة الأخرى ليست نجسة، فنقول هذه الاستحالة وهذا التحول نقلها من حكم النجاسة إلى حكم الطهارة، فأصبحت طاهرة بعد أن كانت نجسة، وأصبحت حلالا بعد أن كانت حراما. والجيلاتين يؤخذ من العظام، من عظام الحيوانات، وقد يؤخذ من عظام الخنزير، ولكنه لا يبقى على حاله الأول، إنما يتحول من عظم إلى مادة جديدة تسمى الجيلاتين، وهذه المادة الجديدة ليس فيها شيء باق على الأصل الذي كانت عليه من عظام الميتة أو الخنزير، وعليه فإن الجيلاتين مادة تحولت من نجس محرم إلى طاهر حلال، لأن الاستحالة عند الحنفية وفي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مطهرة، فنقلت حكمها من كونها ميتة حرام أو خنزير حرام إلى كونها مادة طاهرة حلال يجوز أكلها ويجوز تعاطيها. هذا أصل الكلام في هذه المسألة، والعلماء رحمهم الله يذكرون قضية الاستحالة حينما يسألون عن مثل هذه المواد وتعاطيها أكلاً أو شربا، فيقولون إن الاستحالة مطهرة، والله أعلم.